بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ بموضوعنا اللي تكلمنا عنه بالحلقات السابقة، هو موضوع العول، يعني زيادة الفرائض والسهام على التركة، نشرح هذا السؤال اللي موجود. سؤال يقول: توفي شخص وخلف زوجة وأما وثلاثة ذكور وابنتي ابن، وكانت التركة 36 مليون. المتوفي هو الزوج، خلف زوجة وأم وثلاث ذكور وابنتي ابن. أول ملاحظات قبل أن نحل المسألة، أول ملاحظة بالنسبة للزوجة، عندما نريد نحل المسألة، إذا ماكو أرض، الزوجة لا ترث من الأرض عينا ولا قيمة حسب رأي المراجع خلال 50-60 سنة. فإذا كان اكو أرض لازم نحل قضية المرأة أول مرة، نعطيها حصة من البناء ثم نقسم. على فرض المسألة أن التركة 36 مليون وماكو أرض، هاي على فرض المسألة، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية في المسألة: ثلاث أولاد للميت ذكور وعنده ابنتي ابن. في هذه الصورة وهذه الحالة حالة ابتلائية وموجودة في الحقيقة، يعني إذا اجتمع الأولاد مع أولاد الأولاد، لما كان والميراث مبني على القرب والبعد من الميت، كما قلنا في آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إذا كان الميراث مبني على القرب والبعد، فالولد أقرب من ولد الولد، أكيد الولد أقرب من ولد الولد، صحيح كلاهما من المرتبة الأولى، لكن ولد الولد من الدرجة الثانية، وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم جميعا إذا بقي أحد. المسألة موجودة بالمنهاج لعله رقمها 1001. فإذا كان عند الميت أولاد وعند أولاد أولاد، أولاد الأولاد ما يرثون مع الأولاد، يعني هذا بمعنى آخر، هاي مسألة ابتلائية والناس جاي تأخذ بها فلوس بهاي المسألة، يعني الولد إذا توفي قبل أبيه وعنده أولاد وعنده أخوة، أولاده أولاد أولاد، وذول يسموهم أولاد، هذول الأولاد يمنعون أولاد الأولاد. هذا الموضوع اللي كنا سابقا شرحناه بالحلقات المتقدمة، سميناه موضوع الوصية الواجبة. فبناء على المسألة اللي راح نشرحها، هذن البنتين بنتي الابن ما لهن أرث، لأن الأولاد أقرب منهم، فتكون المسألة حينئذ: زوجة، توفي زوج وخلف زوجة وأم وثلاث أولاد ذكور. أولا الزوجة مع وجود الأولاد ترث السهم أو الفرض الأدنى وهو الثمن، سواء كانت الزوجة واحدة أو سواء كانت زوجتين أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات، يشتركن جميعا بالثمن بالتساوي. ففي فرض المسألة الزوجة لها الثمن من المال، أما الأم فلها السدس، ولكل واحد أبوي، إن كان له ولد فلكل واحد من أبوي السدس، الأم لها مع الأولاد السدس. أما بالنسبة لأولاد الذكور الثلاثة ليس لهم فرض في القرآن الكريم، إنما يرثون بالقرابة، بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكور ليس لهم فرض في القرآن الكريم، يرثون بالقرابة، وهنا بنات ما موجودات كلهم ذكور، يعني يرثون بالتساوي. نجي نحل المسألة. الكسر الموجود عندنا هو ثمن وسدس، روح نحلل حسب الرياضيات الحديثة، نحلل الستة والثمانية، راح يطلع عندنا العامل المشترك أو المضاعف المشترك هو 24، فتكون الفريضة من 24. نجي نقسم الفريضة من 24 على حصة الزوجة الثمن، نلاحظ أن الزوجة تأخذ 3 من 24، نقسم من 24 على سدس الأم تأخذ 4، فثلاثة زائد 4 يكون 7، الباقي من 24 الفريضة
الباقي من الفريضة 24 يبقى 17، لأن 24 ناقص 7 حصة الزوجة والأم يبقى 17. هاي 17 عندنا ثلاث ذكور، رياضيا 17 عدد مفرد، لا يقبل 17 لا تقبل قسمة على الثلاثة من دون باقي. احنا شنو نريد؟ نريد نحصل كسر رياضي صحيح حتى من نكتب القسام القاضي او اللي يكتب القسام يقول الفريدة من كذا للزوجة كذا وللأم كذا ولكل ولد كذا، فلا بد ان تكون القسمة صحيحة. فإذا أردنا نحصل كسر رياضي صحيح والباقي لا يقبل قسمة من دون باقي، ماذا نصنع حينئذ؟ نضاعف الفريضة الموجودة يعني 24 نضربها في عدد الأولاد. عدد الأولاد كم؟ 3، فيكون 24 في 3 72، فنضاعف الفريضة يصير 72. من صارت 72 بما أنه للزوجة 9 وللأم 12 يصير 21، ف 72 ناقص 21 يكون 51، فالأولاد لهم 51. ماذا نصنع؟ يقول 51 تقسيم 3 17، يعني لكل ذكر 17. عندما نريد أن نكتب القسام الشرعي نقول الفريضة إذا توفي زوج وترك زوجة وأما وثلاثة ذكور يكون للزوجة 9 من 72 ويكون للأم 12 من 72 ويكون لكل ولد ذكر 17 من 72. هاي كمسألة رياضية. أما في مجال التطبيق، في مجال التطبيق ممكن أن نحل مسألة بحلين. حل من عدهن نقول إحنا لازم أول مرة نخرج قيمة السهم الواحد كم، وشلون نعرف قيمة السهم الواحد؟ نقسم أصل المال 36 مليون على الفريضة 72، فنقول 36 على 72 يساوي نصف، يعني نصف مليون، يعني كل سهم إلى نصف مليون، ثم نضرب كل واحد كم سهم إلى في النصف. الزوجة 9 في نصف حصتها 4.5 مليون من 36، الأم لها 12 في نصف إلى 6 مليون، كل ذكر 17 سهم في نصف 8.5. حقق الحل تجمعها يطلع 36. الحل الأسهل اللي مو حل رسمي تقول عندي 36 تقسيم 8 حصة الزوجة مو ثمن، 36 على 72 يطلع نصف مليون. نصف مليون قيمة كل سهم، الزوجة لها 9 أسهم في نصف مليون يطلع 4.5، الأم لها 12 سهم في نصف 6، 4.5 زائد 6 10.5، ننقص 36 مليون التركة من 10.5 يبقى 25 مليون ونص. هل 25 مليون ونص إذا نقسمها على 3 الأولاد الذكور كل 8.5، من نجمعهن حينئذٍ يصير 36 مليون. هاي المسألة اللي إجتنا. نرجع لمسألتنا، مسألة العون وزيادة الفرائض والسهام على التركة. هاي المسألة حدثت بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله في زمن الصحابة، وجاءت كحالة ابتلائية حديثة. الصحابة احتاروا في حل هذه المسألة، أيهم يقدمون أيهم يؤخرون، يعني ما كان المفروض يرجعون إلى علي عليه السلام في هذه المسألة. هم اجتمع رأيهم على أن يكون التوزيع النقص بالسوية على الجميع. هذه المسألة ما كان لها في التطبيق سابق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هم عندهم سابق أحد، ولا كان عندهم هم علم غير عادي حتى يستطيعون أن يجاوبون المسألة. ما عندهم علم مثل علم علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يستطيعون أن يراجعون هذه المسألة موجودة في صحيفة الفرائض التي هي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط عليين. اجتمع رأيهم على أنه ننقص الجميع، كل جميع ننقصهم في هذه المسألة. قلنا بالأمس المثبتين للعاول العامة الذين أثبتوا العاول ليس لديهم أدلة وروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هذا الموضوع، والمنكرين للعاول ما عندهم أدلة. نعم عندنا صحيفته، عندنا صحيفة الفرائض عند علي السلام تنكر العاول. هاي الصحيفة عندنا أدلة وروايات صحيحة تدل على وجود هذه الصحيفة.
ولذلك الأئمة سلام الله عليهم مثل الإمام الباقر عليه السلام عرض الصحيفة على بعض العلماء من علماء العامة، عرض الصحيفة عليهم، وذول العلماء آمنوا بمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وبقوا مصاحبين للأئمة سلام الله عليهم. ورد عندنا في رواية صحيحة في تهذيب الأحكام بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، فإذا فيها السهام لا تعول، يعني العول ليس بصحيح. شنو السهام لا تعول؟ يعني وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين كان يقول إن الذي أحصى رمي العالج، يعني الرمل المتراكم، ليعلم أن السهام لا تعول عن ستة لو يبصرون وجهها. يعني شوية مزيد تأمل في الكتاب المجيد، شوية مزيد تأمل في الكتاب المجيد ممكن للإنسان أن يصل إلى الحل النهائي. شنو ستة؟ هاي الست فرائض اللي بالقرآن اللي قلنا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، تبقى على ما هي ستة. احنا الآن وين كلامنا؟ نحن في المرتبة الأولى ندخل النقص بناء على أنه نقص على البنتين، في المرحلة الثانية ندخل النقص على من؟ على الأختين. إذا لاحظنا الكتاب الكريم ولاحظنا الآيات نلاحظ أنه في آية 11 من سورة النساء عندما ذكرت سهم الأب وعندما ذكرت سهم الأم كان الولد مفروض الوجود فيها. الآية ماذا قالت الآية؟ مع الولد للأب سدس، للأم سدس، مع عدم الولد للأم الثلث. فهي الآيات كانت ناظرة لوجود الولد وكانت محددة للسهم الأعلى ومحددة للسهم الأدنى، بعد سهم ثالث أدنى أما له سهم أعلى أما له سهم أدنى. كذلك القول بالنسبة إلى الزوج والزوجة في آية 12 من سورة النساء قالت ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الثمن مما تركتم هم إن كان لكم ولد، وهكذا. فالولد مفروض، يعني أرد أقول هذا الشيء، أن سهم الأب والأم والزوج والزوجة بالقرآن الكريم محدد السهم الأعلى والسهم الأدنى، يعني غير ذن السهمين ما ألهم ما ينزلون عنهم. في حين شوف آية 11 قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فرض واحد فقط. بالبنت قال فإن كانت واحدة فلها النصف. آية 176 قال وله أخت قال فلها النصف. بالأختين فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان. يعني ما مفروض الولد، يعني في حصة بالمرتبة الأولى في سهم البنت والبنات ما مفروض سهم أعلى وسهم أدنى، ولا في حصة الأخت والأخوات 176 مفروض حد أدنى. فإذا البنات والأخوات الفرض واحد. النقطة الأساسية في الموضوع، المهمة، النقطة الذهبية في الموضوع وين؟ هل القائلون بالعاول يقولون بأن الورثة في المرتبة الأولى لهم هذه الحقوق ثابتة، يعني البنتين الثلثان وللأم السدس، للأب السدس، للزوج أو الربع أو للزوجة الثمن، وهكذا هاي الفرائض ثابتة تبقى كما هي ثابتة. ثم في مقام التطبيق والامتثال يصير تزاحم، في مقام التطبيق يصير تزاحم. القائلون بالعول، أعيد هاي المسألة مهمة جدا، القائلون في العول في الميراث يرون أن أصحاب الفرائض على سبيل المثال في المرتبة الأولى يرون أن أصحاب الفرائض في الميراث كل واحد منهم له حصة ثابتة، وهذا له حصة ثابتة، هذا له حصة ثابتة، هذا حصة ثابتة، تبقى كما هي. في مقام التطبيق، يعني في مقام التزاحم نسميه في علم الأصول، في مقام الامتثال من ردنا نمتثل ونوزع هذه الحصص
وجدنا أن السهام أكثر من الفريضة، ماذا نصنع حينئذ في هذه المسألة إذا كانت السهام أكثر من فريضة؟ في مقام الامتثال يقولون، وهذه النقطة الأساسية في الموضوع كل العول، ماذا يقولونهم في مقام الامتثال؟ يقولون هذا من قبيل الديون، إذا واحد مات الآن وعنده 40 مليون مثلا أو عنده 32 مليون، لما أجينا إحنا الآن شفنا زيد يطلب 20، عامر طلب 10، فلان طلب 10، مطلوب 40 مليون والتركة 32، نقص 8، ماذا نصنع؟ هم شو يقولون؟ يقولون نصنع بالديون، نوزع الديون، هاي النقص نوزعها على الجميع، هاي الثمانية، بس شلون التوزيع يكون؟ كل بحسب نسبته. لما كان بال20 مليون إلى نصف الدين، النقص من نصف الثمانية 4، ابو ال10 مليون لما كان إلى ربع، النقص ربع يعني 2، الثالث إلى ربع 2، فنوزع هذا النقص عليهم بالنسبة، كل حسب حصته. إذا هاي النقطة كذلك في الوصية يقول هكذا، إذا هذه النقطة الجوهرية الذي ابتنى عليها العاول، أن هذه السهام وأن هذه الحصص ثابتة للورثة أصلا، ثم في مقام الامتثال والتطبيق صار تزاحم، صار نقص، هم الآن وزعوا النقص على الجميع. المنكرين للعاول الإمامية ماذا يقولون؟ يقول لا، هذا مو من باب التزاحم، هذا من باب التعارض وليس من باب التزاحم. شنو من باب التعارض؟ يعني هذه السهام الموجودة في القرآن الكريم، يعني السدس والنصف والثلث، هذه السهام الموجودة إنما تمثل تأصيلا، حالها حال بقية الإطلاقات في القرآن الكريم، عندما تقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذه مثل إطلاق، مثل أحل الله البيع، ممكن يعرض على الإطلاق التقييد، ممكن يعرض على العموم التخصيص، وهذه إطلاقات تأصيلات، يمكن عليها يعرض على الإطلاق التخصيص، يمكن يعرض على غير البنات، يمكن يعرض على غيرهم، فهذه تمثل إطلاقات. يعني نحن الذين ننكر العاول نقول بأن البنتين في المرتبة الأولى ما يثبت لهم هذا الحق، حتى نجي بعدين ننتقل إلى مرحلة الامتثال والتطبيق ونقول صورة نقص، نقول لا، في مسألتنا مال أمس كان للبنتين 4 من 6، من صار المجموع 7 من 6 نقص سدس، نقصنا إحنا الذين ننفي العاول، نقصنا البنتين وطلعنا 3 من 6، هذا السدس الناقص، هاي 3 من 6، هاي النقطة الذهبية اللي تحل الموضوع كله. إحنا شو نقول؟ نقول هاي 3 من 6 الجديدة هذا فرض جديد للبنتين يحل مقام الثلثين، فإذا ما تثبت الإطلاقات، سير تعارض، ما نثبت الفروض أولا ثم نقول في مقام التطبيق والامتثال سير تزاحم، لا، نقول هذا تعارض الإطلاقات. طبعا الكلام يحتاج لمرجح، هذا مو كلام، يحتاج لمرجح هذا الكلام. شلون احنا الآن راح نثبت فرض جديد للبنتين في المرتبة الأولى؟ شلون راح نثبت فرض جديد للأختين في المرتبة الثانية؟ شنو الدليل عندك؟ اكو دليل؟ اي نعم، عندي دليل، عندنا دليل. شنو الدليل مالنا؟ عندنا أدلة كثيرة، مثلا من ضمن الأدلة ورد عندنا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إن الله عز وجل أدخل الوالدين على جميع المواريث، إن الله عز وجل أدخل الوالدين على جميع المواريث فلم ينقصهما من السدس شيئا، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن شيئا. إذا الله، وهي رواية صحيحة عندنا، الله سبحانه وتعالى لا ينقص الأم ولا الأب ولا الزوج ولا الزوجة، هاي بالرواية. بالقرآن الكريم وينها؟ بآية 11 فرض الولد بالحد الأدنى، عدم الولد في الحد الأعلى، كذلك في الزوجين، فهذا الفرض الأدنى لا يزيله شيء. احنا الآن ناخذ أحكامنا
من الكتاب فقط لو من الكتاب والسنة، نأخذ أحكامنا من الكتاب والسنة. وإلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هاي كلها إطلاقات وعمومات جاءت السنة فسرت لنا. أنت الآن إذا تراجع المغني لابن قدامة في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، قال هذه خاصة في ولد الأم. شلون عرف ابن قدامة في المغني أنها خاصة في ولد الأم؟ قال لأن الروايات فسرتها، الروايات فسرت هاي الآية. احنا عندنا الروايات فسرت ان الاب والام والزوجين ما يقصون شيئا. زين، سؤال، هي المرتبه الاولى شنو بيها؟ لو زوج وزوجه واب وام واولاد، اذا الزوج ما ينقص والزوجه ما تنقص حسب هذه الروايه، الاب ما ينقص والام ما تنقص، طلعناهم، شنو بقى المرتبه الاولى؟ بقى المرتبه الاولى اولاد الذكور والاناث. الاولاد الذكور نطلعهم، ليش؟ ما لهم فرض حتى ننقصهم، يرثون بالباقي. يعني هاي مسألتنا، لو كان اكو اولاد ذكور جاء بدأنا باصحاب الفروض، اعطيناهم فروضهم واعطينا الاولاد الباقي. اذا نعطي الاولاد الباقي نتصور عاول، لا نتصور العاول الا اذا كان جميع الورثة اصحاب فروض كما سيأتي الكلام عنها. اذا انحصرت المسألة بالبنات، فعندنا بالمرتبة الاولى خمسة بنات: اب وام، زوج وزوجة. فإذا كانت هذه الرواية تقول بأنه الأب لا ينقص من السدس شيئاً، الأم لا تنقص من السدس شيئاً، الزوج لا ينقص من الربع شيئاً، الزوجة لا تنقص من الثمن شيئاً، كان نقص بعد وين ودي؟ نقص وين ودي بعد؟ أكيد النقص يكون على البنات، بناء على أنه نقص ها على البنات. فهذا الفرض الجديد بعد أن تنقص حصتهن من 4/6 صارت 3/6، يكشف على أن 3/6 جديد هو راح يقيد الإطلاق، هو اللي يجعل إطلاق الأبوين والزوجين أقوى. أنت مو تقول تعارض الإطلاقات، تحتاج لك مرجح. ما هو المرجح لإطلاق الأبوين والزوجين على إطلاق البنات؟ المرجح هاي الروايات قالت بأنه 4، قال الباقر عليه السلام: 4 لا يدخل عليهم ضرر في الميراث. من هم 4؟ اللي هم الزوجين والأبوين، قول ما عليهم ضرر في الميراث. شنو لا يطلع عليهم ضرر في الميراث؟ يعني يأخذون السهم الأدنى، ليس إلا. فما بقى عندنا شيء غير البنات. فإحنا عندما ندخل النقص على البنات، هذا يسمونه نقص أنتم، إنما هذا فرض جديد ورد في السنة. إحنا نجمع بين الكتاب وبين السنة. هذه السنة جعلت إطلاق فرائض البنتين أقوى من إطلاق، أو بالعكس جعلت إطلاق فرائض الأبوين والزوجين أقوى من إطلاق البنتين. حينئذ فنقدم هذا الإطلاق على هذا الإطلاق. النتيجة هاي النقطة الحساسة، الفرض الجديد بعد أن نقص حصة البنتين أو الأختين، هذا الفرض، هذا شيء جديد، هذا هو فرض جديد يحل مقام الثلثين، يحل مقام الثلثين. بعد ما عندنا نقص ويوزع على الجميع، إنما في المرتبة الأولى النقص يدخل على البنات لهذه الروايات، في المرتبة الثانية يدخل على الأختين، هم للأدلة التي سوف نقرأها حينئذ. فإذا النقطة الأساسية والحساسة أنهم قاسوا، عندما نقصوا الجميع قاسوا مسألة الميراث على مسألة الدين، وهذا قياس مع الفارق. كيف؟ لأنه الدين يتعلق بذمة الميت لا يتعلق بالمال، فرق في الدين، يتعلق ديون الناس تتعلق بذمة الميت أولا وبالذات، ثم تنتقل إلى التركة. فعندما تتعلق الديون بالتركة تتعلق بمقدارها، ليس أزيد حينئذ، الزيادة في الذمة مالتي، وهذا فرق وفارق مع المواريث. بالمواريث نريد أن نثبت الحصص ابتداء، أن لهذا شنو له ثلثين ابتداء، نريد أن نثبت الحصص ابتداء مو بالمرتبة الثانية. بالديون، الديون تتعلق بالتركة بالمرتبة الثانية، تتعلق بهذا المقدار الموجود. أما إحنا الآن ما عندنا يتعلق بالمقدار الموجود، نثبت المقادير. بالديون المقدار ثابت،
ويتعلق به. احنا الان لا فرق، الان فرق عندنا في الميراث، نريد ان نثبت اصل المساله ثم نعرف على مدخل النقص دون غيره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.